وما بعد الركوع الأول سنة لا تدرك به الركعة. يعني لو أن الإنسان جاء إلى صلاة الكسوف والإمام بالقراءة الثانية يعني قرأ الفاتحة والسورة وركع ثم رفع سمع الله جاء في القراءة الثانية لا يكون مدركا للركعة، إذا سلم له يأتي بركعة، يأتي بركعة. إدراك الركعة بإدراك الركوع الأول، لأن الركوع الثاني سنة، والركوع الأول هو الركن، الركوع الأول هو الركن، هو الذي تدرك به الركعة.